السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد 25/7/2021 في مصر. خليكم معانا ما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. وزارة الصحة والسكان الأحد خروج 122 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227612 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا أن إلى وفاة 6 حالات جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.